السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نتابع الجزء الثاني من إيثرنت لانز، وتحدث عن بناء شبكات لان باستخدام الفايبر أوبتيك، كابلات الفايبر أوبتيك. الأفكار الأساسية في نقل المعلومات عبر كابلات الفايبر أن الفايبر أوبتيك يستخدم الزجاج كوسيط، حيث أنه يمر من خلاله الضوء، وبتغيير هذا الضوء مع الزمن يتم ترميزه أصفار وواحدات. الفايبر أوبتيك يستخدم الفايبر جلاس الذي يسمح للمصنع أن يمد كابل طويل ونحيف من الفايبر الذي يكون عبارة عن زجاج مرن. نلاحظ كابل الفايبر مكوناته في الوسط الكور، وهو الفايبر جلاس الذي يتم انتقال الضوء فيه. تحيط به طبقة تسمى كلادينج تمنع انعكاس الضوء إلى الخارج، لتحجز الضوء ضمن الكور. ثم يوجد ثلاث طبقات، البفر وسترينثنر والأوتر جاكيت، والتي تقوم بحماية الكابل أو الفايبر جلاس الكور أثناء تمديده حتى لا يتعرض لأذى أو تكسر. هناك مصدر الضوء الذي يرسل الضوء ضمن الكابل يسمى مرسل ضوئي، يشع ضوء في داخل هذا الفايبر جلاس كور، مثال اللايت ايميتنج ديود ليد ترانسميتر كما نلاحظ هنا. هذا النوع من الكابلات الذي نراه في الصورة هو مالتي مود فايبر، ويكون بداخله انعكاس داخلي ينعكس على سطح الكلادينج، حيث نرى الليد يشع ضوء ويتم ارسال الضوء بهذا الشكل ويتم انعكاسه ضمن الكابل، وهو يسمح بعدة زوايا أو مودز، لذلك يسمى مالتي مود. يعني يمكن إرسال عدة موجات كل واحدة بزاوية تحمل بيانات أو معلومات وتدخل إلى هذا الكور. أما النوع الآخر الذي يسمى سينجل مود فايبر كيبل، فهو يستخدم قلب داخلي بقطر أصغر بكثير، ويتم كما نلاحظ في الصورة الإرسال بشكل خط مستقيم دون أن يتم انحرافه أو انعكاسه على الأطراف. ونرى المشع هنا ليزر لترسل بين جهازين باستخدام الكابلات الضوئية. فأنت تحتاج إلى كابلين، كل كابل في اتجاه TX Transmission و Receive. فالطرف الأول يرسل، نرى مثلا في تي اكس ويستقبل على الار اكس الازرق، وفي المقابل استقبال على الار اكس الاحمر والارسال التي اكس. اذا كابلين من الالياف الضوئية يتم استخدام فيهم الارسال والاستقبال. استخدام الفايبر اوبتيك مع الاثرنت، هناك ستاندرات للفايبر اوبتيك. نلاحظ هنا مثلا IEEE 802.13 جيجا بيت فايبر ستاندرز، أن 10 جيجا بيز اس مالتي مود 400 متر ماكسيموم ديستنيشن، 10 جيجا بيز ال اكس 4 مالتي مود 300، 10 جيجا بيز ال ار سنجل مود بوصل ل 10 كيلو متر، وال 10 جيجا بيز اي سنجل مود مسافة قصوى 30 كيلو متر. إذا نلاحظ أن المسافات أكثر من الكابل الـ UTP النحاسي. إذا أردنا أن نقارن بين الـ UTP والمالتي مود والسنجل مود إثرنت كابلينج في هذا الجدول، نلاحظ مثلا التكلفة تقريبا للكابل الـ UTP منخفضة، المالتي مود متوسطة، السنجل مود متوسطة. بالنسبة للـ Cost of Switchboard يعني البوابة اللي على السويتش بتكون منخفضة بالنسبة للـ UTP، متوسطة بالنسبة للمالتي مود، وغالية بالنسبة للسنجل مود اللي بيعطي مسافات كبيرة. والمسافة تقريبا الماكسيموم 100 متر 500 متر 40 كيلو متر. بالنسبة للانترفيرنس طبعا بتعرض شوي اليو تي بي، اما الفايبر نلاحظنا بالسنجل والمالتي مود. وخطورة نسخ المعلومات او الهاكرينج اثناء الارسال كمان هناك إمكانية في الـ UTP، لكن يكون سيكوريتي عالي ومحمي في الفايبر. إرسال هذه المعلومات عبر شبكات الإثرنت داتا لينك بروتوكول، هذا هو الهيدر
الداتا لينك بروتوكول. لاحظ فيه حقول بريامبل اس اف دي ديستنيشن سورس، العنوان الارسال وعنوان الاستقبال او المصدر والوجهة، التايب، والداتا بتكون حجمها بين 46 والألف وخمسمية بايت، واخر شيء تريلر لفيو فريكوانسي تشيك سيكونس اللي هو يعمل فحص اذا كان هناك خطأ او تم اضاعة بعض الفريمات. لنرى في الجدول بريامبل للسينكرونايزيشن للتزامن، ستارت فريم، ديامتر اس اف دي، يظهر لنا نيكست بايت انه سوف يبدأ الديستنيشن ماك ادريس، ديستنيشن 6 بايت، يحدد عنوان الوجهة التي ستستقبل الفريم، السورس الجهة التي سترسل الفريم. التايب هنا يعبر عن نوع البروتوكول المستخدم في داخل هذا الفريم. هذه الأيام معظم البروتوكولات هي المسيطرة اي بي فيرجن 4، اي بي البروتوكول اي بي، وفي الاي بي الجديد اي بي فيرجن 6. الداتا اند بادز 46 ل 1500، هون الداتا او المعلومات تكون محموله باللاير 3 بي دي يو، عاده بتكون اي بي فيرجن 4 او 6. المرسل بيضيف بادنج تو ميت ذا مينيموم لينث ريكويرمنت فور ذيس فيلد، يعني اقل شيء لازم يكون 46 بايت والماكسيموم 1500 بايت من الداتا. فريم تشيك سيكونس بيعطينا طريقة لحتى الريسيفنج ان اي سي، يعني قبل كرت الشبكة المستقبل للفريم، يحدد اذا كان في هناك في الارسال اي اخطاء او مشاكل. هذا البروتوكول البورشن هذا من 2.3 اللي بيحكي عن الباد، بنلاحظ هون انه لازم تكون الداتا 46 وماكسيموم 1500. هذا بنسميه هالتيرم هذا ام تي يو، ماكسيموم ترانسميشن يونت، اللي بيحدد انه لاير 3 الباكيت هيك لازم يكون حجمه بهاي الحدود، ماكسيموم 1500 بايت. مثل ما تكلمنا سابقا، مثل ما باللاير 3 او نتورك في ادريسنج اسمه اي بي ادريسنج، بالفريم او الايثرنت لاير 2 داتا لينك في ادريسنج اسمه ايثرنت ادريسنج. هذه الادريسز تسمى ميديا اكسس كنترول ماك ادريسز، وهي عبارة عن 6 بايتات او 48 بت بالنظام الثنائي. لحتى يكون العنوان اريح فبيستخدم نظام الهكسا ديسمال 12 ديجيت، على مثال 0000006124256، هذا عنوان ماك ادريس. كل خانة فيه تقابل 4 بت او تقابل عبارة عن كل خانتين تقابل بايت. معظم الماك أدرس هي بتعبر عن مثلا كرت شبكة وحيد، أو بيكون عنوان فريد، أو مثلا بوابة إثرنت، تسمى هذا العنوان الفريد يونيكاست إثرنت أدرس. ماك أدرس لكل جهاز هو عالميا لا يتكرر، الاي ترابل اي هي منظمة العالمية اللي حطت النظام هذا، تسميه Universal Mac Addresses أو Global Mac Addresses. بنلاحظ الماك أدرس عبارة عن جزئين، كل جزء هو عبارة عن 24 بت يعني 6 بايت. الجزء الأولاني Organizer Unique Identifier، هذا بتحدده المنظمة، والجزء الثاني المصنع بيحدد الرقم اللي فيه بيكون كمان 6 بايت أو 24 بت. فالسايز بيكون 24 بت أو بكل قسم، أو بالهكسا ديسمال 6 بـ6. مثال مثل ما شايفين تحت الأرقام اللي موجودة، الجزء الأول هذا المنظمة بتحدده، والجزء الثاني الشركات المصنعة للتجهيزات أو كروت الشبكة والسويتشات بتحط الأرقام تبعها. هذا هو الاستراكشر. هذا اللي له أسماء كتير، ممكن نسموه لان أدريس، إنترنت أدريس، هاردوير أدريس، بيرند إن أدريس، فيزيكال أدريس، يونيفرسال أدريس، ماك أدريس. لما يكون في مجموعة من الادريسات الإنترنت كجروب مع بعضها بيسموها جروب ادريس ايديفاي مور وان ذان وان لان انترفيس كارد، بيسموها مالتي كاست. مثلا برودكاست ادريس هذا نوع هي فريم يرسل، بحيث انه هذا لازم يوصل لكل التجهيزات الموصولة على الشبكة، بيكون عنوانه كله اف اف اف. المالتي كاست ادريس انه الفريم لازم يرسل ل مجموعة معينة من العناوين
لازم توصل لهالجزء هذا. مش كل التجهيزات اللي بتكون مربوطة بيكون لجزء معين منها بيوصل لها تستقبل هذا الفريم على سبيسيفيك مالتي كاست ادرس. في عناوين معينة بسموها مالتي كاست. اللان ماك ادرس مثل ما بنشوف ميديا اكسس كنترول من 102.3 هو الاثرنت ستاندرد، بيحدد الماك ادرس سبلاير للاثرنت، يعني جزء الماك ادرس من الاثرنت او الفريم بيتحدد هون. في شيء اسمه ايثرنت ادرس او ان اي سي ادرس او لان ادرس، اسماء اخرى تستخدم بدل الماك ادرس. كمان يعني عباره عن 6 بايت ادرس ل مثلا كارت لان انترفيس كارت شبكه، بيرن ان 6 بايت ادرس كمان هذا يخصص او يوضع من خلال المصنع على الكارت. يونيكاست ادرس هو بيعبر عن انه هذا سنجل لان انترفيس، يعني عنوان لسنجل. برودكاست لعنوان يعني انه يرسل لكل الاجهزات الموصوله وله استخدامات. المالتي كاست هو انه في ادرس اذا طبقناه حطيناه كعنوان وجهه بالفريم فحيوصل لمجموعه معينه من التجهيزات، جزء سبست من التجهيزات. مش كل التجهيزات اللي موصوله توصل، مثل لما بيكون واحد عم يبعت مثلا مثل الاذاعه عم يرسل بكل الاتجاهات. تحديد طبعا بروتوكولات طبقه الشبكه من خلال الحقل مسمى ايثرنت تايب او يسمى ايثر تايب الموجود بالهيدر تبع الداتا لينك لاير ايثرنت فريم، بيحدد التايب تبع النتورك اللاير 3 باكيت اللي موجود بهالفريم. سابقا مع السنوات السابقه كان في انظمه اي بي ام سيستم، اس ان اي، نوفل نتوير، كان في عنا دي اي سي نت، ابل كمبيوتر، ابل توك. حاليا معظم البروتوكولات هي بالطبقة النتورك هي من التي سي بي اي بي، الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. بنلاحظ بالصورة كمبيوتر مربوط بسويتش براوتر على الانترنت. الفريم بنلاحظ هون لما يكون التايب محطوط بالاثرنت هيدر 0/100 معناته هذا اي بي فيرجن 4 مشان يفهم الجهاز انه عم يشتغل على اي بي فيرجن 4. لما بيكون 86 دي دي معناته عم يشتغل على اي بي فيرجن 6. بالنسبه للايرور ديتكشن وذ اف سي اس، الايثرنت فريم ايثرنت فريم سيكونس فيلد اللي موجود بالتسجيل تبع الفريم بيعطي طريقه للجهاز المستقبل انه يقارن النتائج مع المرسل بحيث يكتشف اذا كان في اخطاء حصلت على الطريق او بعض الفريمات ضاعت. وهذا الشيء ممكن يصير تغير بالبتات الصفار الوحدات نتيجه تداخل انترفيرنس مثلا كهربائي او انه يكون الكارت سيء. لما بنرسل الفريم بالاثرنت باستخدام سويتشات وهبات في عندنا شيء اسمه بالمودرن اثرنت لانز تقنيه اسمها فول دوبليكس، يعني انا فيني ارسل واستقبل بنفس الوقت. مثل ما ملاحظ بالصورة الجهاز واحد عم يرسل لجهاز اثنين فول دوبليكس، يعني ممكن هو عم يرسل يستقبل على كابل يو تي بي 10 بيز تي، بعدين السويتشين مربوطين ببعض بكابل اسرع 1000 بيز تي فول دوبليكس، السويتش مع الجهاز الثاني 100 بيز تي فول دوبليكس. وبنلاحظ انه الفريم المرسل والفريم المستقبل موجود بالاثرنت السورس والديستنيشن والداتا طبعا والاثرنت تريلر اللي بيكون فيه الفريم تشيك سيكونس. هلا الهاف دوبليكس هو معناته انه لازم الديفايس او الجهاز يستنى قبل ما يرسل اذا كان حاليا هو عم يستقبل فريم، ما في يرسل يستقبل مع بعض، يعني cannot send and receive at the same time. هاي التكنولوجيا قديمه. هلا الفول دوبليكس انه الجهاز ما في داعي يستنى ليرسل طالما هو حاليا عم يستقبل، يعني فيه يرسل ويستقبل بنفس الوقت. هذا هو الفول دوبليكس، وهذا موجود التكنولوجيا بالسويتشات وبالنتوركينج المودرن نتوركينج. هي الفكرة المهمة اللي هي الهاف دوبليكس وكيف يستخدم مع اللان هابس. اللان هابس بترسل الداتا باستخدام ستاندرات مقاييس الطبقة الفيزيائية مش الطبقات ربط المعطيات الثانية، وبتعتبر هي تجهيزات لاير 1. لما بتوصل إشارات كهربائية للهب على إحدى بواباته فهو بعيد هاي الإشارات
بعملها ريبيت وبرسلها على كل البوابات التانية باستثناء البوابة اللي إجا منها هذه الإشارة الكهربائية. فإذا كان اثنين أو أكثر من التجهيزات عم يبعتوا هالإشارة هاي بنفس الوقت، فرح يصير في عندي هون تصادم بالإشارات الكهربائية مثل ما شايفين بالصورة. يعني آرشي وبوب عم يبعتوا مع بعض، الهب عمل ريبيت على باقي البوابات اللي التانية اللي ما إجا منها، فحيصير هذا الكوليجن، فما حيوصل للاري شيء، حيصير في مشكلة بالشبكة. لحتى يمنع هذا الشيء الكوليجن، في لوجيك بالهاب بيستخدموا انه هالتجهيزات هاي بتستخدم شيء اسمه هاف دوبلكس لوجيك انستيد اوف فول دوبلكس، ما بتستخدم الفول دوبلكس، وهذا بخبر التجهيزات اذا كان في حدا تاني عم يرسل انه استنى قبل ما انت ترسل. الهاف دوبلكس لوجيك اكشولي يوز الجوريثم، بيستخدم الجوريثم او خوارزميه تسمى كارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشن سي اس ام اي سي دي. ستيب 1 الديفايس تستنى الفريم اللي بترسله، ديفايس وذ فريم تو سند، تستنى تسمع قبل ما ترسل انتل ذا انترنت از نوت بيزي، ما انا فاضي الشبكه ما انا مشغوله. لما يكون مش بيزي الشبكه راح ترسل، تبدا بارسال هذا الفريم او المعلومه. المرسل هذا بيستمع كمان وهو عم يرسل ليكتشف اذا كان حدث كوليجن. هلا اذا كان حدث كوليجن على الشبكه، فبالتالي هاي التجهيزات كلها رح تقوم بالخطوات الثلاثه، رح ترسل اشاره اسمها جامينج سيجنال اللي بتخبر كل التجهيزات انه في كوليجن حصل اللي مربوطه على الهاب، وبشكل مستقل كل واحدة رح تختار وقت عشوائي تستنى فيه قبل ما تحاول مره ثانيه لحتى تمنع سوء التوقيت، وبترجع بتعيد المحاولة بالخطوة الأولى. كل الروابط بين الكمبيوترات والسويتشات وبين السويتشات بتستخدم فول دوبلكس، أما كل شيء مرتبط بالهبات على الشبكة فرح يستخدم الهاف دوبلكس. يعني إذا أنا سويتش مع هاب فأستخدم هاف دوبلكس، كمبيوتر مع هاب أستخدم هاف دوبلكس، سويتشات مع بعضها فول دوبلكس، الكمبيوترات مع السويتشات فول دوبلكس. فهذا هو مبدأ الفول اند هاف دوبلكس بالإثرنت. لا بالإثرنت شيرد ميديا اللي هو مثل اللي هو الهاب تشير إلى التصاميم التي تستخدم هبات. يعني لما أكون عم بستخدم هاب بسميه هذا إثرنت شيرد ميديا، بتستخدم الهبات الهاف دوبلكس وبتستخدم الألغوريثم سي اس ام اي سي دي، وبالتالي بتتشارك المجال يعني أو الحزمة أو السرعة. في الإثرنت بوينت تو بوينت هي اللي بتشير على الموضوع إنه النتورك مبنية على سويتشات نقطة لنقطة، كل بورت رابطة سويتش مع كمبيوتر مستقلة كأنها باندويتس لحالها، وبتعمل بشكل مستقل لأنه الفول دوبلكس لوجيك هو اللي بيشتغل هون. فبالتالي الفريم يمكن إنه ينبعت من كل نقطة موصولة على السويتش للنقطة الثانية بنفس الوقت. شكرا لكم، انتهى الدرس، وإلى اللقاء في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.